أنا بسمة 37 سنة، بعمل شغل الهاند ميد بالخرز، أشغال يدوية. مش معنى إن أنت فقدت حاجة إن دنيتك هتقف. أنا مش كفيفة من وأنا صغيرة، يعني أنا مش مولودة بكف البصر، والحمد لله كف البصر ده ربنا أنعم عليا بيه وأنا عندي 28 سنة نتيجة حادثة، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. طبعا بداية الحادثة دي أنا ما كنتش أعرف حاجة عن عالم المكوفين ده، ما كنتش أعرف أي حاجة. أنا كل اللي كنت أعرفه أو أسمعه إن في طريقة للقراءة اللي هي طريق برايل. اتوجهت لمكان ما عشان أجيب مصحف برايل. لما اتوجهت المكان ده، أنت تعملي إيه بالبرايل والكلام ده؟ لأ أنت تعملي شغل خرز، نعمل لك حد، نجيب لك حد يعلمك شغل الخرز وتعملي ورشة فنية. طبعا أول في بداية الأمر كنت واخدة الموضوع يعني إيه، تسلية كده، حاجة بتسليني. بس لما بدأت وتعلمت، انا اتعلمت شغل الخرز ده وانا كفيفة، ما كنتش بعرف اعمله وانا بشوف. بعد ما بدأت وتعلمت، لا حسيت ان يكاد يكون هو ده الدنيا بالنسبة لي، يعني لقيت نفسي فيه قوي. وبعدين بقى طورت نفسي وخدت كورس وتعلمت حاجات اكتر واكتر والحمد لله. يعني وقعت في الشارع خايف لاني انا مش شايف، وقعت في الشارع خايف مادام الهي بيسعفني. امي تعبت معايا قوي في بدايه موضوع الحادثه دوت، انا كنت لسه داخله عالم المكفين ده، حاجه جديده كده، عارفه فجاه عايشه في نور بقيتي في ضلمه ومش عارفه تتعاملي ازاي. لا تعبت معايا كتير، ودتني كل مشاويري، جابتني ودتني، عملت معايا حاجات كتير بصراحه. طبعا بعد شويه طبعا بدات بقى بداوا يعني اولادي يكبروا، ادم جنى وقفوا جنبي. طبعا بقى بالاخص جنى، يعني جنى من اكتر الناس، هي جنى اصلا بعد موضوع كف البصر دي هي اتحولت، هي بقت امي. طبعا فضل في الاول وفي الاخر يجي على ربنا ان هو بعتهولي في حياتي، ده كانت من احسن النعم اللي ربنا اداني، وهو محمود جوزي ده كده يعني هديه ربنا ليا فعلا. وقف جنبي قوي، دعمني قوي، مش بيوقفني عن حاجه توصلني اللي انا عايزاه، عارفه يعني هو بجد عوض ربنا فعلا. ربنا رزقني انعم عليا بكف البصر ده، وانعم عليا بدنيا تانيه خالص، غيرت يعني غيرت موازين حياتي. حسيت لا يعني الناس ممكن تكون شايفينها لا انت عايشه في ظلمه، لا بالعكس انا بعدها عشت في نور. حسيت ان هي حاجه يمكن من احسن الحاجات او احسن حاجه حصلت لي في حياتي. مين اللي قال انا مش شايف؟